انت بتشوف بناية انقصفت وتعتقد انه هنا وانتهت الحكاية. لا، انت بتسمعه بقلبك وبودانك وبعينيك. بطل في اي مكان امن في غزة. ايدك ورا ظهرها بالله كويس. مين هذا؟ مين؟ اجري يا عمري، اجري يا روح. بلشت اصور، لازم الناس تعرف ايش صار معنا بالضبط. ما حدا راح يصدقني انه هذا الحكي عن جد صار معكم. كل ما بتشوف لحظة سقوط البرج الشريط بيرجع. يا عم ايش اللي بصير؟ اشهد الله. لحديت الان مش قادر انسى ولا قادر يطلع من مخي. اوكي، لا عادي والله عادي، احنا عاطفين. انا اكبر بالبداية. انا حدا كان بيحب يوثق اللحظات السعيدة، تقريبا طول الوقت بوثق اللحظات السعيدة. بس هاي كانت اصعب لحظة في حياتي. بلشت أصور، أنا شلت باسورد التلفون بحيث إنه إحنا لو ما قدرنا نطلع من البرج واستشهدنا الناس تعرف إحنا إيش صار معنا، لأنه إحنا كنا هون، كنا عايشين. بسم الله بسم الله. من قوة الضربة كل شبابيك البيت اتكسرت ونزل علينا حجار وشظايا، وكان في دخان وقطعت الكهرب فجأة. يمسك علي على النفاية بسرعة، عشقتي نفاية، عشقتي نفاية. فدك وانت فدى الأقصى، روحي فدى الأقصى. كلي دم. كان أكبر همي إن ولا حد يصير له إشي من عائلتي، نضل كاملين نكون كعائلة زي تمانية تمانية. ادخلي ادخلي. حسيت بضعف كبير، انه الخبر لحاله كان موجع حتى لو كان بشكل. خلاص بين امنية امنية انا راحت. خلاص الحرب خلصت، لكن اثارها لازالت موجودة. انا اساسا فنان غنائي، اتجهت للتوزيع الموسيقي لحتى اقدر انتج لنفسي اعمالي الغنائيه. يعني وصلت الليل بالنهار لحتى قدرت اوفر سعر هاي المعدات. طبعا يا جماعه اليوم مناسبه وصولي ل 20,000، تفاجأت بهالكيك الظريف سنوريكم اياه. لكن تم تدمير الحلم قبل ما يظهر للنور. تم قصف العماره اللي فيها شركتي، وتم تحذير البرج فقط 7 دقائق. لما رحت على المكان لقيته مدمر. يعني راح المكان اللي بنشتغل فيه، طبعا تم ابادته بشكل كامل زي ما انتم شايفين. صفيت بدون عمل بسبب الحرب، يعني خلتنا من شخص ناجح لشخص قاعد في بيته. هاي مش المرة الأولى، يعني برضو في حرب 2014 تم قصف الشركة الخاصة فيه في برج الباشا. بصراحة الواحد مش عارف إيش بده يعمل في غزة. كل ما الواحد يمشي ورا حلمه وينشئ مشروعه يتم تدميره ويرجع من الصفر. صوت الصريخ بب 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 لما ينزل أنا شفته بنفسي. سلمى أنت الآن صورت من الحرب.
سمعنا أصوات مرعبة يعني زي الصواريخ والقذائف، ما مرتش علينا أبدا يعني. بس في الليلة مر علينا اللي إحنا تردنا فيها وإحنا خفيين، أواعينا كانت علينا مزعة يعني من كتر الإقزاز والركام كان يسقط علينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رجعت لقيت كل البيت اندمر وبيوت الناس وبيوت عمامي. أنا تعبانة نفسيا من الإشي اللي شفته يعني. حياتنا صارت كلها حروب، بس بالعكس احنا مفترض نوعى ونكبر على الحنية والحنان زي الأطفال اللي برا العالم. احنا لازم ناخد حريتنا بالتعليم وبالتنقل. انا طبعا بحلم من صف اول اني اصير مهندسة. لما شفت البيوت المهدمة يا ريتني هلقيت انا كبران وبقيس كيف يعني السنتيمتر والمتر وبساعد البناء انه يبني لهم البيوت. مكتب هذا لم يكن مكتب عبارة عن حيطان وطاولة وكرسي وكاميرات. هذا مكتب كان عبارة عن عائلتنا الثانية. هذا خضنا فيه 4 حروب. فآخر شيء بيخطر عبالك انه الجار جاييك بمصيبة، انه جاي والله انا مكالمة الو بدهم يهدوا البرج. صرنا انه كل واحد يحاول انه ياخد معاه الشغلات اللي بيقدر عليها. في حدا ضل من الشباب؟ لانه خلص احنا يعني وان واي بدنا نطلع. شوف هاي اللي بدي اشوفها معنا ساعه ساعه. هذا الله يسعدك ساعه. حتى في اثناء الساعه اللي احنا كنا بنخلي فيها كتغطية إخبارية لم نتوقف ولا ثانية واحدة. Asaf, are you still on the phone? Can you still hear us? Yeah. I'm just watching, you know, that which was Al Jazeera building or Al Jalaa building. Now everything in 2 seconds just vanished. So. صحفي الغزاوي ما بيجي من برا، بيعمل assignment، بياخذ اللي بغطي وبيسحب حاله بروح. كون أنت ابن البلد هان. وتشتغل فيها بدك تكون مجهز حالك وبيتك أولادك مكتبك شغلك حتى الدخان صرنا نجهزه للطوارئ. يعني دائما في عنا إكسترا لو صار تصعيد لو صار حرب. فكل حياتنا مبنية على الطوارئ. إيش تعمل؟ إيش تعمل جاي؟ وجتنا مكالمة إنه في استهداف لبرج سكني. طفل صغير على السريع حركنا سيارة. الآن هي عبارة عن كوم من الحجارة، كل الناس في قلبها زي البسكوت، عبارة عن طبقات طبقات طبقات. فالآن أنت في موقف صعب جدا. طب هو عايش؟ طب هو حي؟ طب وين موجود؟ في أي مكان موجود؟ كيف بدي أعرفه؟ في أي زاوية؟ في أي مطبخ؟ وين المطبخ؟ وين الحمام؟ يا شكري سمعني. فكنت بكل الطرق إني أحاول أنادي بصوتي في حدا هان في حدا هان. إن شاء الله هنا بنشتغل على إنقاذك. هذه الصعوبة كانت بتواجهني، كيف إنه أنا بدي أنقذ هاد الناس وأنا مش قادر. لما أنا كنت أروع على بيتي لحتى الآن الإشي النفسي موجود. يعني كنت أتخيل وفي الليل وفي النهار إنه أنا كيف ما قدرتش أصل إله وكيف ما قدرتش أطلعه حي. لا زالوا تحت هذا الركام تحت هذه الأنقاض. صار عندنا قصف لجيراننا، فكرنا القصف في البرج تبعنا لدرجة إنه قعدنا على الدرج نتشاهد. وبعديها أجينا هان على بيت عمي.
كنا متوقعين انه هذا مكان امن، انه ما في حوالينا ابراج كتير في هذا المكان يعني. تاني يوم ما كان في كهربا في البيت، فطلعنا على الجنينة برا عشان نتغدى، وابويا كان بيقرأ قرآن، فبنحكي له يلا بابا انزل تغدى معانا. نص دقيقة دقيقة عارف نازل لي ايش حصل هان مجزرة هجار مثل المطر صارت تنزل علي، وين ما اروح الاقي دم بدون اي تحذير. يعني لو نعرف انه في هينقص في هذا البرج ما كان قعدنا في الجنينة برا. اروح اشوف ابويا، لقيته مستشهد، صرت اصرخ مش عارف شو اعمل. شو بعديها تكمل عليك بنت عمك تشوفها طالعه مستشهده، لما حطوه في الثلاجات وانا بحكي لهم صحوني من هالكابوس من هالحلم، انا لسه مش مصدق. يعني كل ما باجي اتذكر ذكريات حلوه اشي، الصوره اللي شفته فيها اخر مره مش راضيه تطلع من بالي. انا عانيت من الام الولاده من الظهر، وكل الام الولاده اكلتها في الدار عشان كنت خايفه كتير، بالاخص على اولادي اللي في البيت كمان سايباهم ورايا عند الحدود برضو احنا ساكنين. وانا طلعنا على الساعه 12 بالليل وحاطين ارواحنا على كفنا. الشوارع كانت فاضيه بتخوف البلد زي مدينه اشباح. وصار في قصف كتير كتير وانا في غرفه الولاده، حسينا كل القصف في المستشفى نفسها وخلص والحمد لله. دغري الممرضة سألتني إيش راح تسمي ابنك، قلت لها سيف القدس. تاني يوم صار تهدأ يعني على وجهه والحمد لله رب العالمين. أنا بتمنى لأولادي حياة خلف حياة اللي أنا عشتها. أنا عمري 23 سنة، وفي 23 سنة كلها حرب. 2008 صارت حرب، 2012 صارت حرب، 2014 صارت حرب. أتمناهم يعيشوا بأمان وسلام وما يشوفوش كل اللي أنا عانيت. نفسي أشوفهم حاجة في المستقبل أرفع راسي فيهم، دكتور، مهندس. خذوا الضوء هذا، هيو من عندك.